السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين شهوات أم العربي. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد هي مقبلة سهلة وبسيطة، ممكن نقدموها مع أنواع يعني لكن قليل الحوت ولا دايرين الدجاج في الفرن. وهو عبارة عن غراتان ديال الطماطم في الفران. هاد غراتان كيجي لذيذ بزاف، نتمنى تتابعوني حتى الاخر باش تشوفوا الطريقة، لأنها سهلة بزاف وزوينة وكتجي لذيذه بزاف. وعاد حنا مستانسين نديروها في المقله تقريبا، وكنديروها في الزيت وكنقليوها، يعني الاكله المعروفه عندنا المغاربه، لكن انا غادي نديرها في الفران. المقادير غادي نحتاجو الطماطم على حسب عدد الاشخاص، انا كندير وحده لكل شخص في الدار. غادي نحتاجو معاها شويه ديال الشابلوغ، شويه ديال المعدنوس مقطع، ثوم مفروم، العطريه غادي نحتاجو شويه ديال الكمون، شويه ديال الفلفل الاحمر، شويه ديال البزار، زيت الزيتون طبعا، الملح، وشويه ديال الزعتر. الطريقه غادي ناخد المطيشه ديالنا بحال هكا، وغادي نقطعها هكا على النصف بحال هكا، وهذا وغادي نجي لهنا وغادي نحيد هذا الطريف باش المطيشه تحط لينا مزيان منين نزلوها في الفران في المول، عفوا تحط مزيان يعني ما تبقاش كدور بحال هكايا. ما نحيد لا زريعه لا والو، نخليها بحال هكاك. غنقطع الكميه اللي عندي كامله بحال هكا انصاف الدوائر، وقلت المهم انا كندير وحده لكل شخص وكنزيد وحده فوق الحساب، وانتوما على حسب الذوق. مطيشه متوفره وموجوده كيف قلت لكم، ودائما نحيدوا هذا باش تحط لينا مطيشه في المول ما نبقاوش مضاربين معاه. انا غادي نكمل الكميه اللي عندي ديال الطماطم ونطلق. كيف كتشوفوا كملت كل الكميه ديال الطماطم اللي عندنا. دابا غادي ناخد الملحه، غادي نرش شويه ديال الملح عليهم كاملين. بحال هكا غادي ندير شويه ديال الثوم، والاول كل حبه ندير فوق منها شويه غير باش تجينا من السما. الا ما بغيتوش ديروا كاع هاد المكونات كامله ما ديروش، ديروا غير الملح والبزار وصافي ودخلوها للفران. انا كندير هكا باش تجي شويه مشرمله كيف كنقولوا بحال هكا، تجي فيها شويه ديال البنه والنكهه المغربيه. حنا كتعرفوا حنا كنموتوا على العطريه والتنسيمات. صافي كافيه. دابا غادي نضيف شويه ديال البزار، فلفل الاسود، شويه ديال الكمون، شويه ديال الفلفل الاحمر، ممكن تضيفوا حتى الهريسه الحاره. بحال هكا دابا غادي نضيفوا شويه ديال الزعتر، غادي نضيف شويه ديال القزبر المعدنوس، صافي كافي. غندير دابا اللي هو اللي غيجيكم غريب، وهو لا شابلور، غير شويه اللي ما عندوش ممكن تستغناو عليها كاع.
غير شويه كيف كتشوفوا. دابا غادي ندير زيت الزيتون. صافي وهذا هو الطبق ديالنا. دابا غادي نغطيه بالبابي سولفاريزي وغادي ندخلو الفران حتى طيب لنا المطيشه وتحمر ونقدموها بالصحه والراحه. الطبق ديالنا ديال الطماطم في الفرن هو هذا مني خرجات كيف كتشوفوا، هي هذه تتجي هكا على مزيناتها. وملي تنقدموها تنقدموها مع واحد شويه ديال الصلصه، ها هي كتشوفوها. انا غادي نزينها بشويه ديال المعدنوس بحال هكا وغادي نقدموها بالصحه والراحه. نتمنى الفكره ديال اليوم تعجبكم. هي كتقدموه بحال هكا حتى للطبله وكل واحد تتحطوا ليه الحبه ديالو ديال الطماطم في الطبصيل. نتمنى الفكره ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم. اللي عجبتها الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه ديالي باش دائما توصلوا بكل جديد شهيوات ام العربي. دمتم بود والى وصفه قادمه بحول الله.